أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم. وفيها تعطل تدفق النفط مجددا من خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في اليمن قرب حقل وادي عبيدة في محافظة مأرب بعد أن قام مجهولون بتفجير خط الأنابيب، وتتعرض خطوط النفط والغاز في اليمن لتخريب متكرر على يد رجال القبائل، ولا سيما منذ الفراغ السياسي الذي نجم عن احتجاجات حاشدة مناوئة للحكومة في 2011، الأمر الذي أدى إلى نقص الوقود وتقلص إيرادات التصدير. وتقوم القبائل بمثل تلك الهجمات لحمل الحكومة على توفير فرص العمل وتسوية النزاعات أو الإفراج عن مسجونين. كشفت العديد من التقارير الإخبارية نقلا عن الوثائق المقدمة إلى محكمة اتحادية في نيويورك عن أن مورغان ستانلي ستدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضدها، ويرجع السبب وراء رفع الدعوى القضائية إلى اتهام شركة الخدمات المالية بتقديم ادعاءات كاذبة تتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وبدأ التقاضي ضد مورغان ستانلي منذ 2008 بدعاوى قضائية مدعومة من موظفين عموميين بنظام التقاعد لولاية ميسيسيبي ومجلس إدارة الاستثمار في ولاية فيرجينيا الغربية. شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وشملت العقوبات قيودا على توفير تمويل لأكبر البنوك الروسية وشركات الدفاع والطاقة وتجميد أرصدة عدد من كبار الساسة الروس وزعماء الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتشمل العقوبات المشددة أيضا تجميد أرصدة وحظر سفر نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان الروسي ونوابا آخرين لرئيس المجلس عددا من قادة الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو. حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد فرنسا على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وحذرت من استغلال هبوط التضخم كحجة للحد من جهود خفض العجز العام، وأشارت إلى أنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تنقذ بشكل حقيقي وبسرعة وبشكل كامل الإصلاحات الهيكلية التي من المرجح أن تؤدي إلى النمو حتى لو كان التضخم أضعف من المتوقع. يذكر أن حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أورلاند الاشتراكية اضطرت للتخلي عن أهداف النمو والأهداف المالية لعامي 2014 و2015 الشهر الماضي بعد أن أظهرت بيانات عدم تحقيق الاقتصاد نموا للربع الثاني على التوالي. كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال المشبوهة والمرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف ذلك الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة من البرازيل منذ عام 1960 حتى 2012، وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد، وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010 و2012. ولعشاق السيارات، فقد ظهرت سيارة جاكوار اكس اي 2016 الجديدة بالكامل، وهي تحلق فوق العاصمة البريطانية لندن قبل حفل إطلاقها الرسمي، حيث قامت الشركة البريطانية بنقل سياراتها الجديدة جاكوار اكس اي في الهواء دون وضع أي تمويهات على هيكلها الخارجي كنوع من الترويج لهذه السيارة قبل إطلاقها الرسمي. ووعدت الشركة البريطانية عملائها بأن جاكوار اكس اي 2016 ستكون من أكثر السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث ستقطع مسافة 100 كيلومتر بأقل من 4 لترات من البنزين، وستبلغ السرعة القصوى لسيارة جاكوار اكس اي الجديدة 350 كيلومتر في الساعة لتنافس اكس اي الموديلات الألمانية الفاخرة مثل بي ام دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس سي كلاس. كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الاقتصادية، ختاما نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.